بسم الله الرحمن الرحيم. تدشن وزارة الداخلية صباح يوم غد فعاليات أسبوع المرور العربي لهذا العام 2024 بالتزامن مع تدشينه في كافة الأقطار العربية الشقيقة، والذي جاء تحت شعار بوعينا نصل آمنين، حيث يمثل الأسبوع محطة هامة لتقييم الأخطاء ومراجعة التصرفات التي وقعت على الطرقات خلال عام 2023، والتي تسبب الحوادث المرورية مآسي يومية يذهب ضحيتها الكثير من أبناء الوطن بسبب عدم الالتزام بقواعد وآداب السير والاستهتار أثناء استخدام القيادة من قبل بعض السائقين، ويروح ضحيتها الأبرياء. ونحن من موقعنا في وزارة الداخلية وعبر الإدارة العامة لشرطة السير نتابع ونشاهد الحوادث المرورية بشكل مستمر، والتي هي في تزايد مضطرد عاما بعد عام، حيث بلغت عدد الحوادث المرورية عام 2023 إلى 3532 حادثا مروري شهدتها طرقات المحافظات المحررة، أودت بحياة 458 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2989 حالة إصابة، قرابة 1000 منها في حالة بليغة. ناهيك عن الخسائر المادية التي خلفتها هذه الحوادث والتي قدرت بقرابة 2 مليار ريال. إن شعار أسبوع المرور العربي لهذا العام أتى ليؤكد أن الوعي المروري في أوساط المجتمع هو الكفيل بمعالجة الأخطاء والتصرفات التي تحدث كل يوم على الطرقات، لأن أجهزة شرطة السير لن تحقق وحدها مبدأ السلامة على الطرقات إن لم يكن هناك وعي مروري جمعي والتزام بمشاركة فاعلة ومستدامة من المجتمع بمختلف تكويناته من أفراد وهيئات ومؤسسات لتحقق الوعي والسلامة على الطرقات. وبهذه المناسبة الهامة أدعو كافة مؤسسات المجتمع وفي مقدمتهم وسائل الإعلام وخطباء المساجد والعلماء ورؤساء الجامعات ومدراء المدارس والمثقفين والممثلين والمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى التفاعل الإيجابي والمساهمة الفاعلة في نشر الوعي المروري في أوساط المجتمع من خلال المساهمة في نشر الرسائل الإعلامية للتوعية المرورية المرئية والمقروءة والمسموعة لما فيه مصلحة المجتمع. كما أشكر بهذه المناسبة دور رجال شرطة السير على تفانيهم في أداء أعمالهم وتنظيم حركة السير والحفاظ على السلامة في الطرقات والأماكن العامة، متحملين الكثير من الأعباء والمتاعب طيلة أيام العام وبمختلف الظروف المناخية. وأجدد الدعوة لكافة المواطنين وفي مقدمتهم سائقي المركبات والدراجات النارية إلى مساعدة رجال المرور والتعاون معهم في حفظ الأمن والسلامة على الطرقات، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم ومقدرات المجتمع بشكل عام. وأرجو التوفيق والسداد والسلامة لجميع المواطنين ولرجال المرور وأعوانهم وكل مستخدمي الطريق في إنجاح فعاليات هذا الأسبوع وتحقيقا للوعي الدائم والاستخدام الآمن للطرقات، لأنه بوعينا نصل آمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.